ديال الجمعيه اللي تابعه. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس، وحنا الآن باقين في جلسة يوسف الزروالي اللي كيتمثل الآن أمام القضاء في قلب المحكمة الابتدائية بالعاصمة الإسماعيلية. غنخليكم مع فؤاد الهمزي رئيس الجمعية، فؤاد الهمزي الغني عن التعريف ورئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، أي الرجال اللي كيتعداو عليهم عيالاتهم. هو رئيس الجمعية اللي كينصفهم من ناحية القانونية، كيحاول أنهم يقدموا لهم يد المساعدة والنفسية و و و و إذا خليكم معنا. هنايا فؤاد هو الشاهد الأول في القضية ديال يوسف الزروالي اللي كيتمثل الآن أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية، اللي غادي يعطينا معطيات جديدة في هذه القضية، وربما حسب التصريح ديالو تعرضت عليه 4 المليون باش يغير الأقوال ديالو، لكن رفض. خليكم معنا فؤاد، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. السلام عليكم، كنشكر شوف تي في على مجهوداتها اللي كتهز في اي بلاصه، مجهوداتها الجباره، وكنشكر المتتبعين ديالها، وكنشكر الصوت اللي كتوصلوا جميع العالم المغاربه المقيم في الارض والوطن خارج الوطن. خلاص معكم فؤاد الهمزي ديال الدفاع عن الرجال المعنفين من العيالات، الرجال اللي مقهورين من العيالات اللي تتعنفوا عليهم ماديا معنويا جنسيا شعواديا غيريا. بين قوسين قبل ما نرجعوا للموضوع ديالنا، كيجيو عندك رجال بزاف باش يتشكاو لكم العيالات كيضربوهم؟ بزاف والله العظيم، بصراحه بزاف ديال الضحايا تيتصلوا بيا. دابا ولا الهاتف النقال ديالي تقريبا 60 70 80 واحد في النهار ديال لي زابيل ديال الرجال المعنفين داخل الوطن وخارج الوطن، ومن هاد الضحايا اللي تيتصلوا بيا كاين العنف الجنسي بالمقابل، العنف اللفظي اللي لبعض العيالات تيقين يقولوا في الدار، وكاين العنف اللي بعض العيالات الله يهديهم، بعض العيالات اللي ما تيحترموش رجالهم في الزوجيه، وكاين بعض العيالات اللي تيخونوا رجالهم، وكاين بعض العيالات اللي تيجريولو على امه، وكاين بعض العيالات اللي ما تيخليوش الاولاد يربيهم باه، وكاين بعض العيالات هذا عنف كله تيتمارس على الراجل وما كاينش اللي تيهضر عليه، حقاش الرجال في المجتمع المغربي الرجال تيسكتوا ما تيهضروش على واحد الطابو اللي ساكتين عليه الرجال. بهذه الجمعيه خرجنا كنقولوا اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر اللي تيوقع للرجال من العنف، وجميع الشرائح تيتصلوا بيا عليها. حنا بهذه الجمعيه ماشي كنحاربوا المراه، كنحاربوا وما كنحاربوش المراه، حنا كنبينوا واحد الصوت ديال واحد الطابو ديال واحد الرجال اللي ساكتين عليه، ماشي باش يبينوا واحد العيوب ديالو، عليها كنبينوا حنايا العنف اللي تمارس على الراجل. وحتى حنا خصنا قوانين يتبدلوا في هذا المشرع المغربي وهذيك مدونه الاسره ديال 2004، حتى حنا بغينا نطالبوا واحد القوانين اللي يتبدلوا لحمايه الرجال من العنف والقهر والظلم. نرجعوا لموضوعنا فؤاد الهمزي، لموضوعنا اللي هو انت طرف في القضيه، وانت الشاهد الاول في قضيه يوسف الزروالي، بحكم ان يوسف متابع بقضيه اللي هي خيانه الامانه، اللي الضحيه هي زينب الملقبه بنت الشعب. انت هو الشاهد الرئيسي في هذه القضيه، باش شهدتي وكيفاش تعرضت عليك 4 المليون وتعرضت عليك 60 مليون و40 مليون زباله فلوس؟ تفضل. بصراحة قضية ديال يوسف الزروالي كما قلنا، زينب بنت القصير انا اللي عرفتها على يوسف، وبصراحة حضرنا في واحد اللقاء في واحد جوج خرجات ديال خنيفرة وازيلان، والصراحة ما شفتش واحد المبلغ ديال 20 مليون، ما شفتش شي واحد المبالغ ديال جوج ونص 8000 درهم اللي زعما تخسرات. وبصراحة باش وقع هذاك بأن الشكاية 20 مليون جاتني غريبة، وبصراحة بغيت نأدي تيمي الله. أنا ما عنديش بصراحة لا مع يوسف لا مع زيد، ما عنديش حتى شي عداوة معاهم، بجوجهم خوتي بجوجهم حبابي بصراحة، ودخلت في وسطهم بيناتهم بجوج، وصدعاني القاضي ديال التحقيق، وبصراحة أديت يمي الله جيت بالحق. واخا ما بغيتش بصراحة، ما بغيتش نقولها نيشان، تعرضوا عليه واحد المبالغ باش زعما نتخلى على يوسف ولا نغرق يوسف، وانا قلت شحال تقريبا هذا المبلغ من طرف من كل خطرة واحد تيتصل بجهة وتيعطي ثمن، ما قلت انا واخا تعطوني اللي بغيتو راه ما نقدرش انا نقلب على يوسف وبالشهادة ديالي حقاش أديت يمي الله. وبصراحة ما بغيتش نتقلب على يوسف، كون بغيت زعما بصراحة حنا ما عنديش ما تيهمنيش انا قضية الفلوس ولا شي حاجة، تيهمني هي واحد الحاجة شفتها بعينيا وأديت يمي الله، وكاين الله وكاين المرض وكاين الموت،
لانها ديتي من الله. اما كون بغيت نبيع في يوسف الزروالي كون بغيت نبيع فيه راكم بيع فيه بمبالغ، وكون يوسف زاد 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 غرق حقاش التهمه الخطيره اللي 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 تقدر تغرق يوسف، وهي النصب خيانه الامانه. هذو هما جوج تهم اللي يقدر تغرق يوسف. وانا تعرضوا عليا شي مبالغ وما بغيتش، قلت لهم ما يمكن لياش اصلا، ما عندي ما ندير فلوس. انا كجمعيه ديال حقوق الرجال والله ما كذب عليكم، واللي انا هذه مؤخرا هو سولت النبي النوري المحامي للجمعيه، راه تعرضت على الجمعيه 60 مليون باش نحلوا لها واحد الفرع في واحد الدوله في اوروبا، وتخدم وتخدم بها شهرين ونوليو يعطوني 40 مليونيه 100 مليون، وانا ما بغيتش نبيع الجمعيه ب 100 مليون. علاش؟ ما بغيت حقاش انا ما بغيتش. حيت ربما الجمعيه غتشتغل بها فيها اطار شي حاجه ما تعجبنيش شي حاجه، ما بغيتش نبيع الجمعيه ب 100 مليون. واللي تيقول لي هذا راه تيخرباك ولا شي حاجه، راه يجي عندي ويهضر معايا ونعطيه دلائل. حقاش الجمعيه راه تعرضات عليها 60 مليون باش تحل واحد الفرع في واحد الدوله اوروبيه، وبالموافقه ديال محامي النوري ما بغيناش، وفي مورا بشهرين باش تحل في الفرع في اوروبا تزيدوا لنا واحد 40 مليون هي 100 مليون، ويقطعوا لنا الطياره ويقطعوا لنا ويديروا لنا لوطيل وما بغيناش. انا والمحامي النوري اللي المستشار القانوني قلنا لا يمكنش نبيعوا الجمعيه، حنا ما كنبيعوش الجمعيه وما عندناش اهداف ماديه. واخا ما نهضروش حنايا على الجمعيه، خلي الجمعيه باش نقولوا حنايا بغيت نبيع جانبا، كون بغينا نبيعوا بغيت انا بغيت نبيع يوسف الزروالي نبيعوا بمبالغ ماليه كبيره ونغرقوا. انا كنقول لكم نيشان، وانا يوسف الزروالي واكل مع الطعام والصديق ديالي وشت فيه الموده والاخوه، ما شفت حتى شي حاجه خايبه، كنت فيه انا النصب والاحتيال ولا شي حاجه يمكن لي نجد الضوء. انا ما عمرني شفت منه شي حاجه بصراحه، وحضرت معاه وانا اللي عرفت على انسانه. ما بغيتش اختي نزيد نغرقوا، علاش نغرقوا باش نسد واحد المبالغ ماليه ما عندي ما ندير بها. شحال تعرضت عليك؟ المهم كل خطره قلت كان على حسب واحد العناصر اكبر تقدير. المهم كاين المهم بين 3 4 4 ونص كل خطره شكون شي. وانا بصراحه ما بغيتش نبيع ليوسف الزروالي حقاش اخوتي، انا ما كنتباعش. انا كون بغيت نبيع يوسف الزروالي نبيع الجمعيه ب 100 مليون، شي جمعيه راه جايبه لي 100 مليون. كنقول لكم نيشان اللي بغى يضحك ولا يضحك، راه جمعيه راه جايبه لي 100 مليون، كون بغيت نبيعها من غدا الفرع ديالها نحلها فرع في واحد الدوله اوروبيه وانا ما بغيتش. وكون بغيت عاوتاني نتاجروا بهذه الجمعيه ونتاجروا بفلوس عندي انا حب الفلوس، راه ممكن ندير شراكه مع وزاره العدل ب 10 مليون 12 مليون، ندير وزاره مع اسره وزاره الاسره، وندير شراكه مع وزاره حقوق الانسان، وندير مع الجهه والبلديه في المغرب، وتصدق نقلع ب 40 مليون. انا ما باغي ندير لا شراكه، ما باغيش نقنش الفلوس لا مع الدوله لا مع حتى شي واحد. عندنا الفلوس حنا جمعيه الحمد لله بالمال الخاص، اللهم لك الحمد، ما محتاجش الفلوس ولا محتاج شي واحد يعاونني عليها. ما باغيش نبيع يوسف الزروالي بواحد المبالغ باش ندخلوا للحبس نزيد نغرقوا، وما باغيش نبيع هذه الجمعيه هذه، وما باغيش ندير مع شراكه مع وزارات باش نسد الفلوس باش نولي عاوتاني عاد نعطيهم فاكتورات مقلوبين ونهب ونسرق الدوله. راه حشومه الله يهديهم اخر. وانا بصراحه علاش جيت انا هنايا للمحكمه؟ جيت ما بديت ا خصني ال ا زد. ما بغيتش انا يعني ادليتي بالاقوال ديالك اللي هي داكشي اللي نتايا عارف، واليوم ربما الحكم النهائي اللي غادي يتحكم او اليوم غادي يتم النطق بالحكم في حق اليوتيوبر خلاص الغنية التعريف يوسف الزروالي، نتوما كاصدقاء ديالو شنو التنبؤات ديالكم يعني اليوم؟ شنو غادي يكون التنبؤات ديالكم؟ واخا ما بغيتش نعطي شي حاجه، كنعطي الحوايج اللي في راسي انا، اللي في راسي انا ما عطاه لي حتى شي واحد، لا من المحكمه لا من اي جهه. التقدير ديالك. المهم التقدير ديالي بصراحه الله كوني خاص كرئيس الجمعيه، في التقدير ديالي ماشي رئيس الجمعيه كتشوف غيخرج ديما بارئ؟ ها؟ كتشوف غيخرج ديما بارئ؟ ما كاينش البراءه. لا ما كاينش البراءه، وكاين واحد الحكم المهم كاين. وشنو نقول لك بعد البراءه؟ الاحداث لا ما كاينش البراءه بصراحه، ما كاينش البراءه. انا نعطيكم مليار في المئه البراءه ما كايناش، حقاش حنا اللي كنطلبوا من هذا الشيء هو تحيدوا ان شاء الله، نتمنوا من القضاء النزيه اللي دايرين فيه الثقه بان النصب والخيانه الامانه تحيدوا، وهذاك التشهير والسب والقذف غادي يضرب بها بما قضى ولا بما تزاد له. المهم تقدري شخصي انا تزاد له واحد شي حاجه شي بركه فقط الشهور اللي دوز والله يطلق سراحه. وحنايا الصراحه ما بغينا حتى شي واحد الحبس، وما بغينا حتى شي واحد بصراحه شي حاجه خايبه فهمتي.
وحنايا كنتمناو اي واحد الله اي واحد مسجون الله يفرجها على اي بحكم انك انت شاهد وانت عارف القضيه وانت كتكون يعني في المحكمه شحال ديال 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 المتهمين اولا ديال الضحايا عند يوسف الزروالي حالاش شحال ديال الناس اللي متابعينه واش نقول لك تقريبا شي سبعة ولا ثمانية بصراحه ما فهمتش عارف هذيك القضيه ديال اختي ديال باش كطيح البقره عاد تكثر الجنا وعاد تكثر وواحد عاد تيبغي يبان وواحد تيبغي عادي يخرج شي هضرات وواحد تيبغي حقاش يوسف ماشي هو روبو اللي غادي كلشي ديالهم خاطرهم الا غادي كلشي غادي نصفهم كلشي غادي يحلوا مشاكلهم راه ماشي هو انسان وهادو اللي بعد الخطرات شي وحدين دابا اللي تي هادو اللي ما تبغيش يربي لهم الطلبات ديالهم ولا تعيق بهم بانهم باغيين ينصبوا عليه تبغي ينسحب من معاهم تبغي يقطع لهم تيولي يخرجوا فيه بانه نصاب خايب وحرام استغلالي عنصري ويا بصراحه انا عاشرته مده ديال 5 سنين عاشرته بصراحه انسان طيب.